دكتور فود، الجو كتير حلو والشمس طالعة. يلا على الكرة الأرضية. جبال القلب. ناتشوز. بدنا نص كيلو لحمة مفرومة خشنة. منضيف فوق اللحمة بهارات الناتشوز. بابريكا حلوة. بهار أسود مع بهارات لحمة مخلوطين مع بعض. نضيف الملح. قليت بلا زيت وبلا زبدة، السبب انه الناتشوز كتير تقيل وما بدنا نكتر فيها دسامة. رح نعمل الفريسكا صوص. بدنا بصل، كزبرة، بندورة، اللحمة صارت جاهزة. بتضيفوا الجبنة الموتزاريلا بالمقلية. بنرجع نضيف التشابر. هلا رح نعمل الساور كريم. معلقة لبنة مثل هيك جلدت. بعدين بجيبوا فريش كريم، يعني كريمة طبخ. هيك. بتحتاجوا بهار أبيض. بعدين بجيبوا بصل صغيرة مثل هيك وبتبشوها فوق الخليط. بتعصروا ليمون. بعدين بنخلطن. كتير برد. بدوقوها. صار جاهز. هلا منجيب الافوكا. منجيب خلطة الفريسكا اللي عملها دكتور فود ومنخلطهم مع بعض. منجيبهم فوق منهم بهي الطريقة. غواغامولي، ساور كريم، واخر شي بتضيفوا الفريسكا. شوف.